السلام عليكم. في انت اذا بنت يعني؟ في انت بنت؟ هذا فور ماما. يلا حتى ماما لازم نعطي بالفلبين. ها ماما شيل حبه انت. السلام عليكم. من باقي خذ يا حبيبي خذ. الله يصلحك ما شاء الله عليك. اللهم بارك لنا. الله الله يحفظك ما شاء الله عليك. هلا والله شباب، يلا حيهم. طبعا استاذنا عشان نحط الكاميرا هنا عشان نقدر نسولف معكم. طبعا وصلت الى اكثر دوله يسعد بها قلبي بعد بلادي، بلاد الحرمين، المملكه العربيه السعوديه، واللي هي اصدقائي الفلبين. اجمل دوله يفرح بها قلبي وتسعد بها روحي. الفلبين صراحه زرتها اكثر من 4 مرات، هذه تقريبا المره الخامسه، ولكن هذه المره زرنا ميندناو واللي هي اكبر جزيره في الفلبين يعيش فيها المسلمين. من اجمل ما فيها الفلبين ان تقريبا اغلب الشعب في جميع مناطق الفلبين يتكلم اللغه الانجليزيه، وايضا الفلبين يعتبر واحد من الطف الشعوب. بعد زياره اليابان وكوريا وماليزيا وتايلاند واندونيسيا لمده اشهر، اكتشفنا الفلبين هو الطف شعب ممكن تشوفه في شرق آسيا. ولكن الرحلة كانت طويلة جدا، أخذت 3 طيارات لمدة 24 ساعة علشان أوصل هنا يا صديقي، من فيتنام إلى مانيلا، من مانيلا إلى سيبو، من سيبو إلى ميندناو، تقريبا لمدة 24 ساعة. فعشان كذا ما قدرت أصور أي حاجة، كان يوم متعب وطويل جدا. ولكن الجميل بعد 24 ساعة من التعب والإرهاق، جاني واحد فلبيني يتكلم العربية، كيف حالك، كيف أمورك، كذا كذا، سواك تاكسي وطلع يشتغل في المدينة. شوف الصدفة الجميلة يا صديقي. وأيضا زوجته كانت تشتغل في الرياض، فكل يتكلمون العربية. فعشان كذا قلت أنا توني واصل وصراحة جيعان، إذا هل قريبين خلنا ناخذ عشاء ونروح يم أهلك. ورحنا يم أهلك وشفت عندها أطفال جميلين وناس جميلة، وأيضا اليوم يوم الأحد فيوم إجازة، يعني ما عندهم مدارس وزي كذا. فعشان كذا أصدقائي قلت أول فلوق راح يكون معك ومع عائلتك، اسمه فيصل، تكلم العربية، وأيضا عائلة مسلمة جميلة لطيفة فلبينية. فاليوم بإذن الله أنا قاعد انتظرها الآن، بنروح ناخذ الأكل ونسوي أشهر أكلة فلبينية، مثل كبسة في السعودية. شفت الكبسة إيش كثر مشهورة عندنا في السعودية؟ عندهم وهنا التشيكن ادوبو، وبنته طباخه ماهره. فبنروح الان ناخذ لنا الدجاج، وباخذ هدايا، وباخذ حلويات، وباخذ اشياء جميله لعيالنا باذن الله، وبنشوف اجمل طبخه من ناس فلبينيين هنا في الفلبين. فاستمتعوا معنا يا اصدقائي. اهم شيء لا تنسى الاشتراك، خلونا نوصل 200,000 مشترك اسرع وقت ممكن علشان نقدر نسافر لاي مكان احنا نبيه. طبعا امس انا وصديقي فيصل كنا ندور على هوتيل، واخر الليله حصلنا ذا، واخيرا اعطيته 5 أضعاف سعر التوصيله، وايضا العشاء كلبه علينا انه يستاهل. شرينا شريحه ودورنا هذا الهوتيل، رحنا من المطار الى بيته على طول. خليني اعرفكم عليه، والله انسان لطيف جدا. السلام عليكم فيصل. كيف حالك؟ طيب ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. كيف حالك يا فيصل؟ الحمد لله تمام. ما شاء الله تبارك الرحمن، كله تمام. الحمد لله تمام 100%. ما شاء الله. انت كلام عربي صح؟ ايوه صوي عربي. هذا طاقيه لازم سيده. ايوه عشان سيده نفر سيده. يا حليله. انت اول شغل مدينه المنوره صح؟ ايوه شغل مدينه. كم سنه شغل؟ ممكن 3 سنة. 3 سنة ما شاء الله. وانت زوجها، انت شغل رياض اول صح؟ ايوه شغل رياض، بعدين شغل يعني جدة مدينة. ما شاء الله تبارك الرحمن، والله العظيم سبحان الله. يوم اني رحت المسجد في فيتنام قابلت امنا، فكانت تشتغل في المدينه المنوره. اول ما وصلت الفلبين هنا هذه المدينه استقبلني فيصل، طبعا هو سواق تاكسي جميل جدا، وايضا كان يشتغل في المدينه، وزوجته كانت تشتغل في الرياض. فاجمل شيء في الفلبين ان كلهم يتكلمون انجليزي، وايضا الان هو وزوجته يتكلمون عربي، فصار سهل جدا الان التواصل. رايحين باذن الله بنشتري بعض الاغراض وزي كذا، روح سوبر ماركت هذا شيء خلاص. ايوه خلص. عشان يشتري حق شوايه اليوم، دجاج تشيكن ادوبو 100% ان شاء الله. نبي نشتري بعض الاغراض عشان نشوي اليوم اشهر اكله موجوده هنا في الفلبين اللي هي تشيكن ادوبو. ما شاء الله بنت انت معلوم كيف يطبخ. ايوه ما شاء الله. طبعا معلوم شغل ما شاء الله. طبعا بنت طباخه ماهره، فباذن الله اليوم ناخذ الاغراض، خلي بنت تسوي لنا تشيكن ادوبو، وبعض باخذ بعض الهدايا والحلويات عشان نسعد اطفال. عنده اطفال محمد وفاطمه، امس شفتهم من المطار للبيت على طول، يعني حتى شناطي ما نزلتها، فشفته هلا. واليوم باذن الله بنروح نستقبلهم مره ثانيه ونصور فيديو معهم، فاستمتعوا معنا يا اصدقائي. الفلبين فيها اكثر من 7000 جزيره، وحنا في ثاني اكبر جزيره بعد لوزون، وتعتبر هي اكبر جزيره فيها مسلمين واكثر جزيره فيها مسلمين. فعشان كذا احنا جينا في مدينه اسمها جنسان. ايش اسم المدينه هذا؟ مدينه المنوره. هذا جنرال سانتو سيتي. جنرال سانتو سيتي اللي قالها، في قلب ميندناو، تعتبر هي المدينه الاشهر
مصارع فلبيني في الملاكمة. أنا ما جيت عشان المصارع، أنا جيت علشان يا أصدقائي فيها مسلمين مرة كثير، وبنجلس إن شاء الله فترة طويلة بنروح أغلب مناطق مندناو ونشوف المسلمين هنا في الفلبين أيضا غير الفلبين بإذن الله. السلام عليكم. ما شاء الله من هنا يطلع. يلا ما شاء الله، احنا يبغى لعبة. هذا دجاج من هنا ياخذ دجاج من هنا. ها اول لعبة بعدين يجي دجاج. ما شاء الله، بس يبغى دجاج حلال اهم شيء. ايوه لازم دجاج حلال. ها في حلال. ما شاء الله. طبعا هنا اذا جيت من دناو تشوف المسلمين في كل مكان، فهذا الشيء اللي يونسك. والفلبين فيها اكثر من 13 مليون مسلم، فتنام فقط 30 الف يا صديقي. فهنا جميل، تحصل لك الحلال كثير. طبعا شعب الفلبيني شعب بسيط جدا، لا تحسونه مثل الفيتنامي، ابسط بكثير من الفيتنامي، افضل بشوي من الهندي، لانه الشعب هنا مره كثير، عددهم فوق ال 120 مليون تقريبا، فحالتهم بسيطه يعني جدا، خصوصا احنا في منطقه نائيه تعتبر حال بسيط، لكن لطافتهم تغنيك عن كل شيء في هذه البلد. السلام عليكم. ما شاء الله. هاي هاو ار يو؟ كم استا؟ تعال كم كم؟ اي وانا توك تو يو. السلام عليكم. واتس هابند اتي؟ كم هير. What's her name? Her name? What's her name? Alicia. Aisha. Yes. Or Alicia. Aisha, come. What's happened to you? والله I'm really happy to see you actually. ما شاء الله. Nice to meet you. I am from Arabia, Saudi Arabia. Arabia. Saudi Arabia. Yes. أنت شغل جدة؟ أنت كلام عربي؟ ما شاء الله. ما شاء الله. هو شغل عربي بعد ولا؟ ما في. ما في شغل عربي. والله ذكرتني بسلمى زينب. ايوه ان شاء الله. يلا شكرا يا ماما، شكرا. ثانك يو سو ماتش. يا حليله والله انا تحصل الكلون عربي كثير جدا. وين هربت مستحيه مره ما شاء الله عليهم. ذكرتنا بخوياتنا زينب. والله قلت ايش جاب زينب وخويا زينب وحليمه هنا سليمه. سوق لطيف جدا والشعب الفلبيني الطف بعد. السلام عليكم. ما شاء الله. لا تستغرب اذا شافوا الكاميرا يقولون مرحبا والسلام عليكم وكذا. يا حلويات كابتن، تعال فيصل يشتري من هنا حلاوه ولا اول هذا من هناك احسن. أيوه أيوه. يلا من هناك يشتري حلاويات. السلام عليكم عاتي. كم استا؟ جود الحمد لله. هذا ايش اسم فيصل؟ عربي ايش اسم؟ ما في معلوم. ما في معلوم. برتقال ولا ايش؟ انا معلوم عربي. كذا اكل على طول؟ لا اسوي فك. يلا يشتري يشتري. فكوا سوي تيستينج. هذا سوي تيستينج. ايوه هذا حق هو ولا حق هو. السلام عليكم. ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف انا عرب. عرب سعودي عربية. انت شغلة عربي اول وين؟ في الرياض الهاسة. ما شاء الله. انا من الرياض. انا من الرياض. هو شغل مدينة منورة. ما شاء الله. كيف اكل فيصل كذا على طول؟ هلا في فكوا له. شوف فكاها لي طلعها. والله العظيم ما ادري شو اسمه. انا صراحه خبرتي بالخضروات صفر، فعشان كذا بسم الله. ما في كلام عربي انت. ما شاء الله. وين شغل انت بعد؟ وين؟ انا امس يجي. امس يجي. يجي من فيتنام. فيتناميز. يا سوي فيديو. يلا سوي. السلام عليكم هنا. السلام عليكم. انت شغل اول رياض ولا وين؟ من الرياض. وانت شغل رياض؟ في الرياض. اخي ما شاء الله والله العظيم هنا كل اللي بهم يشتغلون في السعوديه. ما شاء الله تبارك الرحمن، بلد الخير بلد الكرم. ما شاء الله المملكه العربيه السعوديه. خلاص انا اشيل هذا مره كويس من عندك انت. ها خلاص شيل 1 كيلو ولا 2 كيلو شيل حق انت فاميلي. 3 كيلو 2 كيلو. ها 2 كيلو ما في مشكله حق انت فاميلي كله. ان شاء الله انا اشيل هذا. شيل وانا اشيل واحد فلبينا وايف بعد. وين ركب هذا؟ وين ركب؟ ما في جواز. لا لسه لسه. ها تبي تزوجني شكلها ما شاء الله. في انت بنت يعني؟ في انت بنت؟ هذا. يا حليله والله العظيم لطيفه جدا. وين بورتي هذا؟ 2 كيلو. 140. 140. يلا. ها ماما. بسم الله. ما شاء الله عليك ما شاء الله. ايش اسم هو؟ ايش اسم هو؟ كلم. انو بانغالمو داو. انو بانغالمو.
الماء ما شاء الله تبارك الله. هو ما بيكلم عربي صح؟ ما شاء الله تبارك الله. هذا الماء في بمقص 140 صح؟ ايوه خلاص سنعطي 1000 هو. والله يا اصدقائي فاكهه هذه صراحه ما ادري ايش اسمها، انا اللي اعرفه عندنا عندنا برتقال هذا، ولكن يقولون انه ما هو موجود في، ما هي موجوده في السعوديه. وين انت؟ من السعوديه؟ رياض. اي انت من وين؟ انت شغل اول؟ جده. شوف يا صديقي فيصل كله نفر شغل، ها؟ ايوه كله نفر سعوديه ما فيش ما شاء الله تبارك. 22 سنه يا اخي. 22 سنه؟ اي والله. هذا بتيران. جوز انا باقي هناك. زوج انت موجود؟ موجود ما شاء الله. انت فاميلي موجود هنا؟ قدامه هنا في البيت. ها؟ ها؟ قدامه في البيت. انا؟ لا ما في. مسكين ما في فلوس. انت شو اسم؟ نوره. نورة ما شاء الله. أنت من هنا صح؟ أيوه. ما شاء الله فاميلي هنا؟ أيوه بس بنتي واحد ولد واحد بنتي من كندا، أنا والدين في السعودية بعدين أنا ودي هنا في راس كبير. سو أنت هنا بس لحاله؟ أيوه. ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. أوكي ماما نايس تو ميت يو. هاف أ جود داي. ثانك يو سو ماتش سير. ثانك يو. أسرع. لا لا ما يبغى ما عادي عادي عادي. ثانك يو سو ماتش. السلام عليكم. أحليلة والله. طبعا الفلبين من ألطف الشعوب اللي ممكن تشوفها في آسيا، فعشان كذا طبيعي جدا انه تشوفهم يدخلون معك بالكاميرا ويسلمون عليك ويسولفون معك، واجمل ما فيهم انهم كلهم يتكلمون اللغة الإنجليزية، فهذا اجمل شيء في الفلبين. يعني ما تواجهك صعوبة باللغة ابدا، سواء عربي سواء فلبيني سواء انجليزي، فبلد لطيف جدا. احنا نبي نشوي اليوم دجاج وحركات وبركات. كم هذا فيصل؟ هذا صغير. هذا صغير ما في كبير شوية. احنا نبي نشوى اليوم التشيكن ادوبو، فلازم نشتري شوايه وحركات، نبي يوم يكون مليء بالجمال والمتعه يا اصدقائي. هذا كويس فيصل؟ ها انا كويس 100 100. ايوه 100. يلا خلاص شيل. كم واحد يا بنت؟ واحد كفي. واحد بس سوي ادوبو اول. بنت معلوم شو؟ ايوه خاله. يلا سعره 88. طبعا 88 والله ما ادري كم. ال1000 فلبيني تساوي 70 ريال سعودي 18 دولار امريكي، فيعني العمله شوي مخربطه مع الفيتنامي والفلبيني. اصدقائي شوف هذه النبيطه يا قدمي، اقدم شيء في الحياه سوينا من الخشب. ايش هذا؟ ايش هذا فيصل؟ هذا يعني كاغوران. كاغوران فلبين. كاغوران ايش تسوي حقه؟ حق يعني كوكونات. كوكونات؟ ايوه. هنا فلبين كثير كوكونات. ايوه كوكونات ما شاء الله تبارك الرحمن. سوي كده صح. حليل هذا بنت صغير ها؟ 18. هلو هلو الو كم استا يا حبيبي ما شاء الله عليك الله يحفظك. شوف الطفل كيف معلقينه. هاو ار يو جود؟ هاو ار يو دو؟ هاو ار يو يا حبيبي ما شاء الله عليك الله يصلحك ويحفظك ان شاء الله. خلاص فيصل 80. يلا 80 بسم الله. 100 اعطني هذا 20 صح؟ تعال خذي حبيبي، خذي هديه. يلا تعالي. ثانك يو. يور ويلكم. ما شاء الله على ابتسامتك الله يحفظك. باي باي. الله يحفظك ما شاء الله عليك. سعره رخيص 5 ريال تقريبا، مدري 10 ريال، فيقول انه نحتاج عشان نطبخ، فاليوم باذن الله راح تكون تشيكن ادوبو اشهر اكله فلبينيه والذ اكله فلبينيه. انا كل ما اكلها تذكرني في الكبسه حقتنا، بس مختلفه شوي. طبعا شرينا حق الشوايه هذه، ولكن انا احتاج لازم اشتري العاب لعياله، نبي نشتري حلويات، لانه ما شاء الله الفلبينيين كل واحد كل عائله عندها 10 ورق 20 ورق، فلازم ناخذ معنا حلويات ولا شوكولاته عشان نبدا نوسعها على الاطفال وينبسطون هنا ويستمتعون في الحلويات. يا حليله والله انبسطت من شغل المسلمين ما شاء الله عليكم. معلوم هذا كلام عربي. كلام عربي انت معلوم. يلا من وين يشتري حلاوه؟ انا من وين يشتري حلاوه؟ يلا ودي هذا يعني لازم. السلام عليكم. هير ثانك يو. وين شغل انت اول؟ لا لا اول وين شغل انت؟ كيف كلام عربي؟ مدينة. سيم ايوه شغل مدينة. ما شاء الله شكرا يا ماما. انا دهنت في مدينة. في مدينة موجود؟ ايوه انا من الرياض. ايه انا من الرياض. ثانك يو سو ماتش. كلم انا ابغى كيس كبير. ايوه هنا. من هنا اوكي يلا. يا حليله اي أيوة والله جابت انه عنده. شوف مع الحلويات كل ابوه. انا بياخذ طبعا حلويات، ولكن اهم شيء ما يكون فيها خنزير. تعال فيصل يبغى حلاوه بس ما يبغى خنزير جوا، معلوم يعني لازم ما في خنزير. يبغى حلاوه ما في خنزير اهم شيء. وين انت كويس؟ سوي اختيار هذا وين نمبر 1. طبعا اصدقائي والله كنت ادور، ولكن هذه الامراه اللطيفه عندها بقاله فاشرت هذا، والجميل المكتوب عليه حلال وبالعربي، يعني تاخذه وانت مرتاح كاندي، فشكلي باخذ هذا. هاو ماتش از ات ذس 1؟ 130.
MashaAllah. And this one, this one look nice. This is how much? 130. Is it halal or no halal, this one? Halal, that one. Ha, this is one halal? Here is the Muslim. Muslim, alhamdulillah. أنت كلام عربي بعد. MashaAllah عليك. وهذا حلال والله كويس ما شاء الله وين احسن which one is number one what do you recommend this one is nice okay you want this one wow now I will give a lot of kids so I need something big you know yes we want to make more than 100 kids happy so we have to buy a lot of candy والله كويس عندها بقاله فخذت حلويات فقلت لازم ناخذ مثلها اكيد انه ما عارف زين واجمل شيء انه حلال فنعطي الاطفال وحنا مطمئنين البال والحال اخذنا كل هذا كله هو حلال يا اصدقائي وايضا اخذت مثلها فيعني شيء مضمون ان شاء الله دائما بتبيع بقالتها وحلال والامور طيبه فشكلها جميل والله ما ادري كم سعرها عاد ان شاء الله ما يكون غالي انا شكلي بفتحهن واحطهن بكيس عشان اقدر اني اخذهن احسن صح ولا لا ها ماما يبغى يفتح ركب كيس عشان نشيل جوا شنطه let me give you the money first then after we will open it and put it in plastic so I can give kids اسم بلاغ انت soon s o u n ate help us we want to open and put it inside okay you will be in my vlog This vlog will be so famous because you are in it. You know, 5 days ago I make video in Vietnam. In 5 days, more than 500,000 watch the video. So with you, I think it will reach 1,000,000. طبعا أصدقائي شوف والله عبين الكيس تعب بيشوف ما شاء الله امتلا فصار كويس وفي لطيف جاني. Say hi. How are you? يا أحلى لكم ما شاء الله. ها take this one. يلا انا بعطيها من كل نوع حبه عشان خلها تنبسط هذه اذا ما جتني والله ما اردها يلا this is for you اوكي حتى انت انت كبير يلا الله اكبر كله يبغى هنا كله نفر يبغى يلا انا اعطي حبه حبه كله نفر يلا ما في مشكله فور ماما يلا حتى ماما لازم نعطي بالفلبين ها ماما شيل حبه انت انت واحد حبه يلا عشان انت مبسوط كله خمسه كله مبسوط. خمسه كثير مره كثير خمسه ها انت بعد انت شغل زياده you work hard thank you so much thank you you're welcome يا حبيبي take you يلا فيصل let's go يا حليله ابقى قول انت يلا قول انت يلا دقيقه خذي هاي يا حليله say hi say hi الله يحفظكم ما شاء الله عليكم يصلحكم كابتن شوف الحلويات ايش كثرها والله مليانه ولكن صراحه ودي حارتهم فيها والعان مره كثير هنا الفلبين بيته يجيك حجم غرفة وعنده 16 ولد يعني ما شاء الله لأنه ممنوع الحكومة منع باتا أنك تسوي يعني إسقاط لله هلو هاو ار يو هاي أخي الفلبينيين الله مشاركين بالفطرة على طول ها طبعا أنا بشتري العيال عند فاطمة محمد فنشتري لهم ألعاب ما شاء الله السلام عليكم كموستا ما شاء الله تبارك الرحمن يا اخي والله العظيم احب اني اشوف المسلمين مره ما ادري ليش لازم اي احد اشوفه اقول السلام عليكم يا اخي والله مكان كبير اللي بدور لعبه شوف هذا مكان يبغى مكان عشان يشتري لعبه ها عشان اليوم محمد فاطمه مره مبسوط ايوه هذا شوف الاباحه ايوه 100 كذا شوف والله جابنا المكان الكويس شوف اشياء جميله فخلونا ناخذ لنا لعبه كويسه وين انت معلوم هذا ممكن فاطمه مبسوط بنت انت فاطمه يعني مره مبسوط انت معلوم وين كويس معلوم سيم كذا ولا سيم سؤالك كذا ها انت هذا كويس كويس حق فاطمه كويس مبسوط هو مبسوط طيب وهذا بعد مكان واحد ثاني حق محمد حق محمد ايوه من هنا ممكن من هنا ها من هنا شوف حق محمد ايوه حق فوي كمستعاتي جود اي هوب اولويز هنا ود هذا ود يو ثينك جود طبعا الفلبينيين يحبون الكوره مره فعشان كذا يعني بناخذ ولده كوره يلعب فيها والبنت فاطمه هذه اللعبه شوف دقيقه فيصل هذه اللعبه فالظاهر ان شاء الله راح تبسطهم مره الكوره هذه فاليوم ان شاء الله بنهايه الفيديو انا بشوف رده فعلهم على الكوره وايضا اللعبه وين نسوي حساب من هنا هذا هلا اوكي والله ما ادري كم سعر ان شاء الله ما تكون غاليه بس طفط طبعا احنا ناقصنا يا اصدقائي الدجاج نبي نشوي حركات فقاعدين ندور لنا دجاج حلال في هذا المكان الجميل وخليه يختار لي هذا كويس فيصل كويس هذا جديد طيب شيل اثنين اثنين كم هو كم فلوس؟ شيل عيسى هاو ماتش مان؟ ها؟ 182 خلاص 2 بليز دوا نو دوا طيب انا جبنا فيه انه حلال يعني وجد حلال وان شاء الله انه كويس حبتين ان شاء الله تكفينا 367
اليوم بدر الله احلى شوي بيجيك. ها اثنين كفي. ها كفي خلاص. في رز انت موجود بيت؟ في 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 خلاص يلا ليتس جو. سوق شعبي لطيف جدا بسيط، اهل البسطاء الجميلين مثل هذا الجمال. الله يحفظكم ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم. سي هلو سي هاي. هاي هاي يا حبيبي الله يحفظك. بعطي حلويات وشوف ردة فعل الحين، شوف كيف ردة فعل الحين تتغير ولا. يا حليلهم. ها تيك خذ خذ هذه بعد، خذ هذه بعد. الله يحفظك، خذ هذه بعد. اوكي الله يحفظك، باي باي. الله يحفظكم ما شاء الله. كنا في السوق وكان يلحقنا يلحقنا، قلت لازم اعطي حلاوه، لكن حنا خلينا حلويات داخل السياره لانه اغراضنا كثيره. الان نروح البيت ونعرفكم على عائلتهم، وايضا نبي نشوي باذن الله، فاستمتعوا معنا اصدقائي. وعلشان اشتغل في السعوديه يقول ترى انا معليش بيت انا صغير. قلت يا رجال الوسع وسع القلوب والضيق ضيق القبر. فوصلنا بيتهم، بيت متواضع بسيط جدا. السلام عليكم. هاي السلام عليكم. الله يحفظك يا حبيبي الله يحفظك. ما شاء الله عليكم ما شاء الله ما شاء الله. هذا بيتها اللطيف، شوفوا مطبخ صغير طبعا هذا المقلط، وهنا ثلاث غرف. عياله كل ابوهم بغرفه، واخوه وزوجته بغرفه، وهو بغرفه هو ومرته. ما شاء الله. كوموستا كوموستا. فاطمه صح؟ هذه بنته يا حبيبي ما شاء الله عليه. هلو سي هاي. خلينا نعطيهم حلاوه الحين، ينبسطون جدا. ناخذ حبه حبه. فاطمة حبيبي تعالي تعالي يلا تعالي تعالي فاطمة تعالي. السلام عليكم. السلام. How are you؟ ما شاء الله عليك والله. تعالي تعالي فاطمة. خذي هذه هدية حق انت يا حبيب الله يحفظك ما شاء الله عليك. خذي هذه بعد. هذه هذه خذي هذه. وهذه بعد يلا. خذي هذه بعد. الله يحفظك ما شاء الله، إذا شافوا الألعاب ينسونا. وين ولد ولد أنت وين؟ شوف أنا موفي. شوف موفي. ما شاء الله. السلام عليكم. السلام. فيصل كيف حالك؟ How are you brother؟ قلت خذ محمد، شوف حلاوات حركات، يلا خذها عشان انت مبسوط. يلا خذ حلاوه ما في مشكله، لا تستحي لا تستحي. خذ هذه حلاوه شوف ما شاء الله. الله يحفظكم ما شاء الله. واو ذيس نتفليكس ذاتس نايس ما شاء الله. شوف نتفليكس متواضع. Today we bring a lot of chicken so you come with us okay to eat. اوكي انجوي يور موفي. ما شاء الله غرفه بسيطه متواضعه، مكان بسيط يا حليله والله يصلح. هذا اللي بناته. السلام عليكم. السلام. كوموستا هاو ار يو؟ جود. طبعا هذه بنتها الكبيره وطبختنا الماهره. يور نيم؟ فهميه. فهميه ما شاء الله اسمها فهميه. وبنتها الثانيه ذيس از فرحانه صح؟ يس. توداي ان شاء الله وي ويل كوك رايت؟ يس. تشيكن ادوبو. اتس ون اوف ذا موست فيموس ديشز ان فيليبينز. خلاص هذه طبختنا وان شاء الله. اوكي فهميه ثانك يو سو ماتش. هذه فرحانه فرحانه. السلام عليكم. وعليكم السلام. هاو ار يو؟ ما شاء الله هذه بنتها الثانيه وبعد بنت لطيفه جميله جدا ما شاء الله تبارك الرحمن، عليها ابتسامه ساحره. دو يو نو هاو تو كوك فرحانه؟ الله يسعدك ما شاء الله عليكم ان شاء الله يديم عليك الفرحه دائما. وير از يور ماما؟ فوق ماما. اتس اوكي شي سليبس اوكي ليف ليف. ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. هذه طبعا زوجته وايضا اشتغلت في الرياض. يا حبيبي ما شاء الله عليكم الله يحفظكم. كيف حالك؟ كويسة؟ الحمد لله الحمد لله. انت اول شغل رياض صح؟ يا ما شاء الله. كم سنة شغل رياض انت؟ 5 years. خمس سنوات اشتغلت، لكن من زمان قبل 20 سنة، عشان كذا شوي ناسينا اللغة. طبعا ابو فيصل ما شاء الله ابو محمد ما قصر، جهز لنا الفحم. ها؟ أيوة. هذا المحم والحركات. الحين جاء وقت الشوي في حوشنا البسيط والمتواضع. بيوتهم بسيطة وحتى حارتهم جدا بسيطة بالله. شوف حارة بسيطة جدا. هنا في نفس الساحة هذه يلعبون فيها كرة السلة اللي هي أشهر شيء يلعبون فيها هنا في الفلبين تقريبا كرة السلة. هلو كوموستا كوموستا جود. ما شاء الله عليكم الله يحفظكم. حارة بسيطة وبيت بسيط، واجمل شيء ان اخوانه بعد بجنبه. وابوه ما شاء الله عليه ما سوى بيت، قال انا بسوي لي مسجد، سوى له مسجد داخل البيت عند اخوه. فان شاء الله اليوم الثاني او الفلوق الثاني ممكن نروح لاخوه ونشوف اخوه ونسلم على اخوه، وايضا نشوف مسجدهم ونشوف حياتهم هنا، نشوف حياه المسلمين كيف تكون هنا في الفلبين. خلينا نعطي حلقه. Do you want candy؟ اوكي. شوف جاء. اي قلت ار يو مسلم؟ ما شاء الله. واتس يور نيم؟ نورهامين. نورهامين yeah. الله يحفظك ما شاء الله. تيك ذس وان ذس
for you. Thank you. You're welcome. ما شاء الله عليكم. تعال تعال. You come come. خلوهم يبسطوا. السلام عليكم. How are you? Good. What's your name? Anis. ها؟ Anis. Anis, take this one for you. Anis, what's your name? Bradley. ها؟ Bradley. Okay. I will give you. يا حليلة خلوا ينبسطوا بالهدايا. Hello. الله يحفظكم ما شاء الله. This is for you. Okay, enjoy, enjoy. باقي هذا. What's your name? يوسف. يوسف. شاء الله عليك ما شاء الله. This is هدية for you. This is gift for you. Okay, enjoy. شكرا. عفوا ما شاء الله عليك. تكلمون عربي. كابتن والله كذا ما تخلص الهدايا بسرعة ها. خلينا ينبسطون هذا. What's your name? عبد الجبار. عبد الجبار. ما شاء الله. Say thank you. Thank you. الله يحفظك ما شاء الله عليك. تعالي تعالي أنت يا حلوة. ما شاء الله عليك الله يحفظك إن شاء الله. ها هذه الحلوة اللطيفة هذه ما شاء الله عليك خذي يلا خذي take it take this one also تعال 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 الله يحفظك what's your name ها الله يحفظك ما شاء الله عليك ها تفضل سلامات خذ هذه بعد سلامات الله يحفظك okay bye bye thank you so much عبدول عبد المحسن عبد المحسن your friend says حجي حجي no no my friend this one فيصل يا الله يحفظكم ما شاء الله عليكم يا زين حبيبي الله يحفظكم هذه شوف لبسة الحجاب ما شاء الله عليك الله يحفظك ما شاء الله شوفوا شو شكلها هذه بنته لبسة الحجاب صارت جميلة جدا الله يحفظك ما شاء الله عليك تبارك الرحمن ما شاء الله الله يصلحهم ها eat eat I eat opened I open for you ها الله يصلحك شوفوا شكلها بالحجاب هذه فاطمة طبعا من الخضروات هذه ما شاء الله هو حبي هذا السلام عليكم How are you good ما شاء الله عليك هذا مسكين ها مسكين هو ايش رايك يعطي 50 كويس 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 مبسوط خلنا نعطي يقول هذا مسكين والله لازم نسعدهم احنا بفضل الله اصدقائي ثم دعمكم نسعد كل احد نقابله في مشارق الارض ومغاربها فهذه له Thank you so much. سلامات. Thank you. يا حليلكم الله يديم هالبسمة عليكم. ها. Oh my friend. No, he's big boy. How are you, big boy? I'm okay. Good. What's your name? Riven. Riven. Yes. ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. Do you want candy? Yes. Do you like candy? Yes. I will give you candy because you are a big boy. أبو فيصل افتح هذا خلي يعطي هذا ولد هو لازم يعطي ولد كله لازم هدية ها لازم حلاوة. بس لازم قفل بكره هو يجي يشيل كله يا حليلك this is for the big boy thank you you're welcome enjoy I am vlogger do you know how to play with this one yes can you show me يلا show me how to الله يصلحكم ما شاء الله عليهم يا زين البسمة هذا الشعب الفلبيني شعب بسيط وابتسامته دائما على وجهه يحب الناس يحب الغريب يحب الناس الجميلة يلا خلنا نشوف الله 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 يا سلام again try again يلا لازم تسجل هدف لازم كفو الله يصلحكم طبعا من أشهر الألعاب اللي موجودة في الفلبين اللي هي الباسكت بول هذه كرة السلة فمرة يحبونها عشان كذا شرينا لمحمد كورة راح ينبسط فيها جدا يلا try to make it inside try to make it inside quickly يلا هذه 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 الله يحفظك ما شاء الله عليكم الله عليك الله عليك كفو يا حليلة الله يصلحكم that was nice يلا فاطمة تعالي 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 يا فاطمة شوف شلون شوف حجابها يا حليلة ما شاء الله تبارك الرحمن how are you فرحانة today good ما شاء الله عليها ما شاء الله عليك how old are you فرحانة 13 you still in school ما شاء الله how many years to finish four years until you graduate طبعا الشعب الفلبيني ما شاء الله يتكلمون اللغه الانجليزيه مهما كانت اعمارهم صغير كبير حتى الاطفال يتكلمون انجليزي فهذا ميزته هذا حق انت فيصل ما في حق انت ما عز هذا حق ثاني بيت حق ثاني بيت شوف الفهم والحركات ما شاء الله يا سلام يا سلام اليوم احلى تشيكن ادوب ان شاء الله Do you know how to cook فرحانه a little bit الله يصلحك ما شاء الله عليك طبعا فرحانه ما شاء الله عليها مسكت الشواء وفهميه مسكت التقطيع طبختنا الماهره بنتهم ما شاء الله عليها طباخه ماهر فهميه ما شاء الله what are you
cutting. This is onion or what? Garlic. Garlic. طبعا قاعد تقطع ما شاء الله البصل، وهذا الدجاج اخذناه، طبعا اخذناه حلال. احنا رايحين نجيب الان اللي هو اوراق الموز، شجرة الموز ناخذها ويحطون عليها الرز. فشوف كيف يقطعون الحين، والله جاب الساطور، الله يستر. اوراق الموز هنا في شرق اسيا يستخدمونها للرز، ويستخدمونها يعني للاكل، فتصير مثل الصحن اذا كان ما في صحن، فيصير صحن بسيط متواضع تحصله بشكل كبير جدا هنا في شرق اسيا. مثل هذه تشوف اوراق الموز، حق انكل، حق عمه، هذا بيت عمه. شوف شوف غرفه واحده من شجره البامبو بسيطه جدا، شجره الموز. شوف هذا صحونهم، يعني شيء بسيط. يا سلام، هذا سيم سيم صحن يجي، ها اكل جوا صح؟ ما شاء الله، هذا تشوف بشرق اسيا بشكل كبير جدا. شوف شنو صار، سبحان الله، الحين يقطعونه ويصلونه ويحطون الرز وهذا دخله. هلو، ما شاء الله عليك. الجميع متفاعل مع الكاميرا هنا. عاد نبي نشوف امنا الحين وش تسوي فيها، تغسلها ولا تنظفها؟ ها ماما ايش تسوي هذا؟ وات بانانا ليبس. بانانا ليبس. وي ويل ايت ان ات. يا ويل بوت ذا رايس هير، اول ذا فود هير انسايد. ذيس از ا سبستيتوت فور ذا بليت. ما شاء الله، ذاتس نايس. هذه جبنا صحوننا يا اصدقائي، بس باقي الاكل الان ننتظر الطباخات الماهره، الله يصلحهن ويحفظهن ما شاء الله عليهن. طبعا هذه فهيمه البنت الكبيره اللي اصغر منها، فرحانه ما شاء الله، وايضا فاطمه البنت الصغيره المتحجبه اللي مع اطفالنا. بعد ما وزعنا الحلويات شوفوا بيت ابو فيصل كيف صار. هلو. ما شاء الله تبارك الرحمن، كل ابوهم جوا. الله يصلحهم ويحفظهم. هذه فاطمه بنته، ما شاء الله عليك، الله يحفظك. جبنا لها هديه، عاد بعد شوي راح تكون رده فعلها مره كويسه على الهديه. سام شيء نعطيها داخل البيت ما نعطيها برا. ها يا حبيبي، الله يا زينة، شكرا، ثانك يو، سلامات، الله يحفظكم ما شاء الله عليك. هذا سيم سيم هذا صح؟ هذا نفس اللي شريناه اخذنا منه كيلوين ياكلون فيه، مره مشهور في الفلبين. ابو فيصل مفتوح هذا السياره مفتوح؟ خليني اوسع عليهم، خليني اوسع عليهم، اعطيهم حبه حبه عشان يستانسون على جايتهم هذه مره ردهم. اي هاف يوتيوب. يس يس اي ويل جيف يو ماي شانل، ليت مي جيف يو كاندي بيفور يو فولو مي. Take another one. Take you. Awesome. Wait. One. Buy one. Buy one. And هذا الصغير. What is your name? YouTube. What is your name? I will give you. Wait. I will give you. Wait. I follow you. Yeah. Just wait. Let me give the kids first. Wow. That's the phone. ها خذ انت اعطيتك صح؟ من باقي اه خذ يا حبيبي، خذ الله يصلحك ما شاء الله عليك، ما شاء الله. خذي بعد انت، خذي واحدة ثانية، يلا تعالي خذي واحدة ثانية انت عشان ما نزعلهم كل ابوهم، وانت بعد خذ الله يصلحكم ويحفظك، حبة واحدة. شكرا يا حبيبي، ما شاء الله تبارك الرحمن. بسم الله عليك، بما اني ناظرنا خلنا نعطيه. ها بابا، ثانك يو سو ماتش، سلامات بو، ان شاء الله اني اقدر ياكلها. ماي فيسبوك وين؟ وير ار يو؟ كيف مي؟ يور يوتيوب. شوف اي فولو يو. يور ويلكم. يلا تعالي اهم شيء فاطمه، ها تعالوا يلا. كم تعال. شقه يلا ما في مشكله. ار يو ريدي؟ وان تو سمايل جايز، ها 1 2 3. شوفوا امنا وش جابت لنا، والله ما قصرت. هذا ايش ماما؟ واتس از ذس؟ كوفي. ذس از كوفي، ذس از ا تي وذ ميلك. تي وذ ميلك، شاي مع حليب. شوف ما شاء الله تبارك الله، حتى مكتوب بالعربي. شوف شاي اسود ناعم بالعربي مكتوب. اغلب الاشياء هنا تلاحظها مكتوب بالعربي لانه المسلمين مره كثير، ايضا كثير يتكلمون اللغه العربيه علشان يتعلمون عن الدين، فيتعلمون اللغه العربيه. جاءنا الشاي وجاءنا حركات في هذه الجلسه الجميله البسيطه ما شاء الله تبارك الرحمن، وقدام الاطفال. هاي جايز. الله يحفظكم ما شاء الله عليكم، ناس بسطاء جميلين. ودائما اقول عباره تجد الجمال في قلب البساطه، والفلبين عنوان البساطة يا صديقي، عشان كذا قريبة جدا إلى قلبي بعد بلادي المملكة العربية السعودية. شوفوا بعد الحلويات وش صار الورع. سبحان الله، يقولك أحسن إلى غيرك تستعبد قلوبهم، فاللهم يا رب لك الحمد على إحسانه لنا، وأيضا على توفيق أن جعلنا سببا في إسعاد هذول الأشياء البسيطة والناس الجميلة والناس الحلوة. ما شاء الله عليكم، الله يحفظكم ما شاء الله عليكم. طبعا هذه صديقتها، بسم الله.
Very good. الله يعوضك ما شاء الله عليك. الله صدق يقولون الأطفال أحباب الله. شوفهم تنسى همومك، وعلى قولة المقولة الجميلة ابتسامة الطفل كفيلة بإخماد همومك، فلذلك ابتسامة الأشياء الجميلة هذه تنسيك كل همومك ومشاكلك. الله يعوضك ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. شوف يا صديقي، هذا أوراق الشجر حطونا على الفحم علشان سبحان الله تقتل جميع البكتيريا والأشياء اللي عليها. يركب نار عشان يسوي نظيف صح؟ أيوة. في غسيل بعد ها؟ خلاص أنا أسوي غسل. أنت أسوي غسل؟ أيوة. ما شاء الله. تبي غسل بعدين هذا بكتيريا برا. موت أيوة البكتيريا سبحان الله، للنار تقتل البكتيريا. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه الطباخة الماهرة. حلمها تصير دكتورة بإذن الله في المستقبل، باقي لها سنة وتتخرج وإن شاء الله بتصير دكتورة. مع أن الأوضاع بسيطة جدا ولكن لا شيء مستحيل في هذه الحياة يا صديقي. Today we will try your food. I think it's gonna be so delicious. فهيمة، this is chicken adobo. This one. But chicken adobo is usually with rice. They eat it with rice yeah, always. All food with rice. Same كبسة. كبسة. ما شاء الله. هذا اللي يسمونه تشيكن ادوبو يا صديقي، اللي هو الدجاج هذا مع صوص خاص فيه وايضا رز. صراحه انا كل ما اكلها اتذكر الكبسه، كانك تاكل كبسه. طبعا امه انت بتعزم الرجال الجميل هذا. كم كم براذر كم كم تعال تعال. يا حليلهم الله يجزاهم بالخير على بساطتهم يكرمون غيرهم. الله يسعدهم ويرزقهم من واسع فضله. اللهم برد لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. آمين. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تفضل يا شيخ. ما شاء الله عليك. هو مسلم صح؟ هو مسلم؟ ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ما يقدر يتكلم. الله يحفظ الحال. ما شاء الله تبارك الرحمن. ها كم ماما ايت كم كم اتس اوكي نو نيد نو نيد كم كم ايت وذ اس. البنت الكبيره اللي طبخت لنا راحت تجيب كولا، اعطيتها فلوس تقول في بقاله جنبك تجيب لنا كولا عشان يستمتعون يعني اكل وكولا نضيف المرحله للغذاء. فلا تحرمونا من المرح واللايكات والاشتراكات يا صديقي. جت جت ما شاء الله. شكرا ما شاء الله عليكم يا حليلهم. ثانك يو سو ماتش جزاك الله خير. بسم الله. الصوص اللي عليه هو اللي يميزه الشيكن ادوب، اللي واحده من اشهر الاكلات اللي موجوده في مدودنا الفلبين. كيف ادوبو؟ جود والله كويس. صوص مره كويس هذا حق ادوبو. How's the taste? Really nice ما شاء الله. What kind of sauce you use with the chicken? Soy sauce. Soy sauce. Only. Yeah. ما شاء الله. And little bit vinegar. Little bit vinegar. هذه اللي حطونا مع الدجاج هنا في chicken adobo. هذا كل يوم سوي صلاة صلاة صلاة. كل يوم صلاة. أيوة. ما شاء الله تبارك الرحمن. لا أجل يبشر بالخير. يبشر بالخير. أهل الصلاة يبشرون بالخير سبحان الله. أول ما يحاسب الإنسان عليه الصلاة. فإذا صلحت صلاته صلحت سائر أعماله. فدام محافظ على صلاته يبشر بإذن الله بخير الدنيا والآخرة بإذن الله. الآن أصدقائنا بنشوف ردة فعلهم، فباخذ الألعاب ونشوف ردة فعلهم كيف تكون، اللي هو محمد وفاطمة. يا أصدقائي أتوقع أن ردة فعل تكون جميلة. تعال محمد تعال شوف حلاوة شوف جبت لك. تعال تعال ما شاء الله. تعال من هنا من هنا من هنا تعال من هنا. ها خذ خذ حلاوة تعال. ها خذ هذه بعد. شكرا. خذ هذه بعد يا حبيبي. يا ما شاء الله شوف شوف جبت لك شوف 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 الله يا حبيبي ما شاء الله يا حبيبي. الله يحفظك ما شاء الله. تعالي خذي يا فاطمة تفضلي. هذه حلاوة وحلاوة. هذا أنت بعد. ها خلينا نشوف ردة فعل الحين مع اللعبة. الله الله يحفظك ما شاء الله. خذي هدية. الله يحفظك ما شاء الله عليك ما شاء الله. وريهم وريهم الهدية وريهم 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 الهدية. ما شاء الله شوف الهدية ما شاء الله. الله يحفظها ويحفظ حجابها الجميل هذا.
تفضلي. طبعا هم ما شاء الله عليهم طبخوا لي البنات، فانا بعطي حتى البنات. You cook very good today. So I will give you small gift for you and for your sister. This is for you. Yes, and your sister. Say فرحانة please. نعطيهم. تعالي فرحانة. This is for you. Yeah, you're welcome. And this is for mama. Mama, take this one. هدية. It's okay. والله it's okay. This is small things. Yeah. Yeah. وبابا بعد. بابا لازم صح؟ بابا لازم يعطي فلوس صح؟ بابا ما شاء الله. هذا في حق أنت بابا. أنت عشان بابا ها؟ عفوا يا شيخ عفوا. طبعا هذه هدية بسيطة جدا لهم، والله صراحة إني استمتعت جدا معهم. عفوا يا شيخ، هذا شيء بسيط والله. فهذه هدية بسيطة يا أصدقائي، فشكرا جزيلا على دعمكم للقناة باللايكات والكومنتات، هذا يخلينا شيء نسعد الناس اللي نقابلهم في حياتنا وأيضا باللي نقابلهم بالدول اللي سافرها، فشكرا جزيلا لكم من هذا المكان الجميل يا أصدقائي والعائلة الجميلة الفلبينية. لا تنسون اللايك والاشتراك وانشروا المقطع في كل مكان، ودائما كونوا سعداء. السلام عليكم.